السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، واغفر لنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصط عن قصيد عن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصحاب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك؟ قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. المصنف رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث البخاري بوب بابا، قال: باب دعوة الوالدين. ووقفنا عند الحديث الأول، حديث أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولديهما. والقصد بأننا شرحنا هذا الحديث، ووعدناكم بأننا سنبدأ إن شاء الله في هذا المجلس بشرح حديث جريج المشهور بجريج. وهذا الحديث قصته أن جريج العابد الراهب كان في صومعة، وطبيعة الرهبان أنهم يعتزلون الناس فيتعبدون الله جل وعلا في شواهق الجبال أو في الصوامع أو في الكهوف مثلا. وكانت عادة بني إسرائيل أنهم يتخذون الصوامع، والصومعة دير أو مكان يتعبد فيه، ينفرد عن الناس. فكانت هناك بغي من بغايا بني إسرائيل، قيل لها بأنك أنت فتنت كل أحد واستطعت على كل أحد إلا واحدا. قالت: ومن هو؟ قالوا، قالت لهم: ومن هو؟ قالوا: جريج. فقالت: دلوني على صومعته. فذهبت إليه فراودته عن نفسه، على عكس ما يحصل في دنيا الناس من أن الرجل
يراود المرأة، فراودته عن نفسه فأبى واستعصم، ثم نزلت إلى راعي، قيل جاء في لفظ بأنه راعي بقر وجاء في لفظ آخر بأنه راعي غنم، فمكنته من نفسها فوقع بها فحملت، فلما أتت بولد وهي ليست بذات بعل ولا زوج قيل لها من أين؟ قالت من جريج الراهب هذا، قالت من جريج، فرفعوا أمرها إلى الملك فأمر بهدم صومعته، ثم جاء بجريج قيل ولا يعلم ما السبب، فقال سألهم لماذا؟ قالوا أنت وقعت على هذه المرأة، فقال أين الغلام؟ فدلوه على الغلام، فسأل الغلام الطفل الصغير من أبوك؟ وجاء في لفظ فطعنه بأصبعه، يعني قال بأصبعه في خاصرة الغلام هكذا من أبوك؟ قال أبي الراعي، أبي الراعي. فقال الملك نبني لك صومعتك ذهبا، قال لا، قال فضة، قال لا، أعيدوها كما كانت. وكان جريج حينما مر وقد أخذ وكبل وجمعت يدا إلى عنقه مغلولة نظر ومر بمومسات، جمع مومس وهي الزانية، فتبسم رحمه الله، فسألوه بعد ذلك لماذا تبسمت؟ قال رحمه الله تعالى أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. وكانت أمه كما في الحديث الذي قرأناه قد دعت عليه. ما هي دعوة الأم؟ اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ولم تقل حتى يزني، لا، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وفي لفظ لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. فقال أصابتني دعوة أمي، والسبب أنه كان يصلي فنادته أمه يا جريج، فهنا تردد يقول ربي صلاتي وأمي، يعني أستجيب لأمي ولا أمضي في صلاتي؟ فمضى في صلاتي، ثم نادته يا جريج فقال ربي صلاتي وأمي، فمضى في صلاته، ثم نادته الثالثة يا جريج فقال ربي صلاتي وأمي، يعني هل يؤثر صلاته أم يؤثر أمه؟ فقال آثر صلاته فدعت عليه. قد حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى إنه وصف صلى الله عليه وآله وسلم وحالة أمه وهي تناديه هكذا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده فوق عينيه تناديه يا جريج يا جريج يا جريج، فأصابته دعوة أمه. وهذا هو الشاهد، ولذلك المصنف رحمة الله عليه قال باب دعوة الوالدين، فدعوة الوالدين مستجابة سواء كانت على الولد أو للولد، فإذا دعا الوالد أما كان أو أبا لأولاده استجاب الله دعاءه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإذا دعا الوالد أما كان أم أبا على الولد استجاب الله تعالى دعاءه. ولذلك واجب على الوالدين أن لا يدعوا على الأولاد وإنما يدعوان للأولاد، وواجب على الأولاد أن لا يستغضبوا والديهم وأن لا يتسببوا في ما يمكن أن يدعوان على الولد فتقع المصيبة والكارثة، فتقع المصيبة والكارثة. وهذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل، أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تكلم مولود من الناس في المهدي إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج وصاحب جريج. أما عيسى بن مريم فقد دل القرآن على أنه تكلم في المهد فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآيات. وأما صاحب جريج فهذا هو الولد الطفل الذي في المهد، وقد جاء حديثه في الصحيحين وفي صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، وهناك من تكلم في المهد منهم ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة ألقمت طفلها ثديها، فمر رجل له شارة
يعني أبها ويمشي بكبرياء، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت الأم. ثم جاء بامرأة يضربونها، أمة يضربونها، يقولون لها: سرقت، زنيت. قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها، لأن مظلومة مظلومة، فقال: اللهم اجعلني مثلها. أيضا صح أن في قصة الأخدود، أو ورد في قصة الأخدود، أن المرأة التي لما شقت الأخاديد وأمروا بأن يلقوا بأنفسهم في النار، تلكأت امرأة وعلى صدرها طفلها، على صدرها، فتلكأت فأنطقه الله فقال: أقدمي فإنك على الحق. وأيضا جاء في المسند وغيره حديث ماشطة ابنة فرعون، ماشطة ابنة فرعون، لما جمع فرعون هذه المرأة الموحدة هي وأبناءها، وقد أتى لها بقدر من نحاس عظيم وفيه الزيت يغلي، فأمرها بأن تلقي نفسها أو أن تكفر بالله، فتلكأت فأنطق الله طفلها الصغير وقال لها: أقدمي. وأيضا في وجه من أوجه التفسير في قول الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال جمع من أهل العلم: كان هذا الشاهد طفلا صغيرا، طفلا صغيرا. فكيف نجمع بين هذه القصص وغيرها مما أيضا ورد وغالب أسانيدها ضعيفة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى وصاحب جريج؟ قال أهل العلم بأن هذا كان في أول الأمر، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على غيرهما مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أحد الأوجه، أحد الأقوال التي فيها توجيه لهذه الأحاديث. القول الثاني قالوا بأن من تكلم في المهد عيسى وصاحب جريج، أما غيرهما فلم يكونا في المهد، فلم يكونا في المهد، وهذا جمع بين الأقوال. المسألة الثانية قال: كان جريجا، أو فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، في صومعة الله. جريج من بني إسرائيل كان راهبا، والرهبانية ابتدعت في بني إسرائيل، ولذلك هي ليست في شريعتنا. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأما في شريعتنا فليس عندنا رهبانية، ليس عندنا رهبانية. وأما الصومعة فهي مكان العبادة، قال الله جل وعلا: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك الرهبان كانوا يذهبون إلى الصوامع فينفردون عن الناس ويتعبدون، ولذلك الرهبان في الغالب غير العلماء، بدليل جريج لم يكن عالما وإنما كان عابدا، ولو كان عالما لقدم الواجب على المندوب، لقدم الواجب على المندوب. قال: وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. جاء في بعض دواوين السنة التصريح باسمها أنها عناق، عناق. فأتت قال عفوا وكان راعي يأوي إلى أسفل صومعة، وكانت امرأة من أهل القرية تأوي تختلف إلى الراعي. جاء في بعض دواوين السنة التصريح باسمها أنها عناق. المسألة الأخرى أن جريجا جاءته أمه فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. هذا الحديث ظاهر في أنه قال في نفسه، قال في نفسه، يعني يخاطب نفسه ويحدث نفسه ولم يصرح بلسانه. جاء في أحاديث أخرى أنه قال من دون التصريح بأنها في النفس، ولذلك إما أن يكون قد قال هذا بنفسه أو يكون قد قال هذا بلسانه، وإذا قال هذا بلسانه
فلا مانع. لماذا؟ لأنه قد يكون في شريعة من قبلنا جواز الكلام في الصلاة، بل كان في شريعتنا نحن الكلام في الصلاة في أول الأمر. ففي حديث زيد بن أرقم في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال كان الرجل يحدث الرجل في الصلاة، ثم لما نزل أنزل الله قوله وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في الصحيح حينما شمت العاطس رماه الناس بأبصارهم، ولما قال واثكل أمي سكته الناس بالضرب على أفخاذهم، ثم قال رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من حديث الناس أو من كلام الناس. والمقصود بأن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مشروعا، يحدث الرجل صاحبه وهو يصلي كيف حالك متى وصلت، هو في الصلاة. فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت في الصلاة. الأمر الثاني، قال أهل العلم بأن جريج كان في صلاة النافلة ولم يكن في صلاة الفريضة، لأنه لو كان في صلاة الفريضة فإنه يمضي في صلاته ولا يجيب والدته لتعارض واجبين، وحق الله أوجب في هذا السياق وفي هذا المقام. وإنما كان في نافلة، كان في نافلة. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى أنه إذا تعارض واجب ومسنون ولا يمكن جمعهما إلا بتفويت أحدهما، فإنه يحصل الواجب بتفويت ماذا؟ المسنون. فجريج كان في صلاة مندوبة ونادته أمه، واستجابة نداء الأم والأب واجب، ولذلك لو كان فقيها لقطع صلاته ولا استجاب لأمه، لقطع صلاته ولا استجاب لأمه، لكنه مضى في صلاته ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وعندنا في الشريعة الإسلامية أن الواجب إذا تعارض مع المسنون ولا يمكن تحصيلهما جميعا فإنه يقدم الواجب على المسنون. فإذا كنت أنت في صلاة نافلة ثم نادتك أمك أو ناداك أبوك مثلا، فتنظر، فإذا كان النداء يعني لأمر يسير ولا يعلمان بأنك تصلي، تسبح أو تقرأ شيء من القرآن أو ترفع صوتك بشيء من القرآن، فينتبهان على أنك تصلي فيكفان عن ندائك. أما إذا كنت تعتقد بأنه أمر واجب ورفعت صوتك بالقراءة وكرر النداء، فالواجب عليك قطع الصلاة، قطع الصلاة. وعندنا قاعدة فقهية أيضا، جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإذا دخلت في نافلة وأردت قطع النافلة يجوز حتى ولو لم يكن لسبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك يقولون بأن الإنسان إذا شرع في النافلة جاز له أن يقطعها ولو كان لغير سبب. فكيف إذا كان ثم سبب وهو نداء الوالدة؟ ولأجل هذا يتنبه الإنسان، وهذا يدلنا على عظم بر الوالدين وعلى أن الاستجابة لنداء الوالد لنداء الأم أو الأب واجب يقدم على المسنون. أمر الآخر أن الأم دعت عليه فقالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، وهذا إن تأملته وجدت بأنها دعوة على ولدها ولكن فيها أيضا رحمة، قالت حتى تنظر، ما قالت حتى تزني أو حتى يحصل لك كذا وكذا، فهي دعت عليه ولكنها خففت، فاستجاب الله تعالى دعاء أم جريج عليه. ولذلك الواجب على الوالدين أن يتقي الله وأن لا يدعوان على الولد وإنما يدعوان للولد. المسألة الأخرى أن هذا الملك لم يتثبت وإنما قال اهدموا صومعته وأتوني به،
وأتوني به. ولا شك بأن في مقام هذا الملك الواجب عليه التثبت. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ندم، سبحان الله، ندم على فعلته حتى طلب أن يعيد صومعته ذهبا وفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة مهمة يجب على كل إنسان إذا نقل له كلام أو خبر أن يتثبت، وأن لا يطير مع هذه الأخبار ومع هذه النقولات، وإنما يتثبت. وهذا أمر من الله عز وجل، أدبنا الله بهذا، كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن الرجل الصالح قد يبتليه الله عز وجل ببعض البلايا ليستخرج عبوديته، ولذلك قد يبتلي الله عز وجل أولياءه بابتلاءات عظيمة حتى يستخرج العبودية المتربعة على عرش قلوبهم. وهذا ما حصل لجريج رحمه الله تعالى، حيث ثبت ثباتا عظيما. وكذلك سنة الله الكونية القدرية في الصالحين من الأنبياء والأولياء وأتباع الأنبياء والعلماء الابتلاء حتى يستخرج الله عز وجل عبوديتهم. وأحيانا هذا فيه رفعة للدرجات وعلو للمنازل. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك هذه سنة ماضية في الخلق والعباد من الأنبياء والصالحين ومن أتباع الأنبياء، أنهم يبتلون لغرض إعلاء منازلهم وتكفير سيئاتهم وتعظيم حسناتهم، ولإظهار هذه العبودية المسكونة في صدورهم. فجريج واحد من نماذج كثيرة في هذه الدنيا ممن يبتليهم الله عز وجل بمثل هذا. الأمر الآخر من مسائل هذا الحديث العظيم أن جريجا لما مر بالمومسات تبسم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان متوقعا استجابة الله جل وعلا دعاء أمه فتبسم. ولذلك قال في آخر الحديث: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرهم بالقصة. المسألة الأخرى أن الكرامات مما هي ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه، ولكن ليس فيها معنى التحدي، فهي تفترق عن المعجزة، أن المعجزة فيها التحدي، والمعجزة للأنبياء، والمعجزة هي الآية، وليس في القرآن ولا في السنة لفظ المعجزة، وإنما هذا اصطلاح للعلماء يقولون معجزة، وإلا هي آيات. فالآية يجريها الله على يد نبي أو رسول وفيها معنى التحدي. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد عبد صالح أو أمة صالحة، لكن ليس فيه معنى التحدي، وإنما لغرض التثبيت لهذا الولي. ومن هو الولي؟ قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، فليس كل من ادعى الولاية يكون وليا، فقد يكون بعضهم ولي للشيطان، وقد يجري الشيطان على يد أوليائه بعض الخوارق، لكنها خوارق شيطانية. ولأبي العباس تقي الدين رحمة الله عليه
كتاب عظيم ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه وأن يقرأه، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فصل وبين فيه من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. ولذلك بعض الناس قد تنزل عليهم الشياطين وقد تجري على أيديهم خوارق، لكن هذه لا تكون كرامة وإنما هي خارقة من الخوارق الشيطانية. فلا بد للمسلم أن يتنبه للفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. والناس في الكرامة طرفان ووسط، من الناس من أنكر الكرامة جملة وقال لا يوجد كرامات، وهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا. ومن الناس من أغرق في مسألة الكرامات حتى أصبح يفسر كل شيء كرامة، وأيضا منحها لأولياء الشيطان، وهذا أيضا تطرف. والوسط ما عليه أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة لكن بشروط وبضوابط. والكرامة أصلا لهذا الإنسان وليس لأن يتفاخر بها أو أن ينشرها أو أن يزكي نفسه بها، لا، وإنما تكون له ليثبت الله عز وجل فؤاده. الأمر الآخر وهو ختام هذا الحديث ما يتعلق بمسألة الشاهد، وهو ما ذكرته بدعوة الوالدين. ولذلك وصية لكل أب أو أم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الدعاء على الأولاد. وطبيعة الأولاد أنهما يتسببان في إغضاب الوالدين وفي إزعاجهما لا سيما الصغار، فلربما دعت الأم في لحظة غضب أو دعا الأب في لحظة غضب فوجدت بابا مفتوحا من أبواب السماء، فهنا تحل الكارثة وتندم ويندم ولا ساعة مندم. وإنما يكثران من الدعاء للأولاد، وإذا أغضب الأولاد الوالدين يحاولان أن يدعوان للولد لا على الولد، وأن يتعود الوالدان على كثرة الدعاء للأولاد، لأن اللسان إذا ألف السب والشتم والتجديع واللعن ربما انفلتت من عذبة اللسان دعوة فتصيب هذا الولد ثم يحصل الندم. نعم. قال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. نعم. قال رحمة الله عليه ورضي عنه: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، يعني واليهودية والوثنية. وإنما ذكر النصرانية هنا لأنه أورد حديث أبي هريرة وأن أمه كانت على النصرانية، كانت على النصرانية. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب. أجافت يعني أغلقت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ادعوا الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وقد أسلم في السنة السادسة أو السابعة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث. ولذلك
الطعن فيه من قبل أعداء الإسلام لغرض إسقاط السنة، فهم يشغبون على أبي هريرة لأنه أكثر من روى الحديث رضي الله عنه، وروايته للحديث إنما كانت بأسباب، منها أولاً بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فلقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة أصابته فأصبح لا ينسى شيئاً مما يحفظه. أمر الثاني أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه، كما قال عمر: كنا نضرب في الأسواق أو نذهب إلى الأسواق ويثني على أبي هريرة. الأمر الثالث أنه كان يتتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الصحابة مما كان قبل إسلامه رضي الله عنه، وكان من أبر الناس بأمه، وقد سبق في مجالس سابقة كيف كان يدعو لأمه وتدعو له، ولذلك حرص على هداية أمه، لكنه في أول الأمر كان يتأذى مما يسمعه من أمه لأنها كانت تنال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب فقال طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه، فدعا لأمه، فلما رجع وجد أمه قد أوجفت الباب، أوجفت عليها الباب تغتسل، سمع خرير الماء، فخرجت وإذا بها تشهد الشهادتين، فذهب أبو هريرة يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولأمه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه، حتى إنه قال أبو هريرة: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وهذا دليل على أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصابت أبا هريرة، فأبو هريرة يحبه كل مسلم وغير مسلم، إلا منافق أشرب قلبه النفاق، إلا منافق قلبه أشرب النفاق، فإنه يبغض أبا هريرة، أو جاهل لا يعلم شيء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة أو عن أبي هريرة خاصة. والشاهد هنا أن الابن يدعو أمه إلى الإسلام ويدعو أباه أيضا، فهذا إبراهيم عليه السلام دعا أباه إلى الإسلام، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أهدك صراطا سويا. وهذا نوح عليه السلام يدعو زوجته وابنه إلى الإسلام، والغرض هو دعوة الأهل، وإلا الدعوة العامة للأنبياء هذه مفروغ منها، فالأنبياء يدعون أهل بيتهم وعشيرتهم الأقربين ويدعون بقية أقوامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ولذلك من البر أنك تدعو أمك غير المسلمة إلى الإسلام، وهي رسالة لمن يسلم من إخواننا الطيبين ومن أخواتنا الطيبات أن لا يهملوا آباءهم ولا أمهاتهم، فبعض الناس يسلم ثم يهاجر ويترك أمه وأباه، وهذا لا شك بأنه غلط، فالواجب عليه أن يكون عندهما وأن يصاحبهما بالمعروف وأن يتلطف معهما وأن يقوم على نفقتهما وأن يستأذنهما في الخروج وفي الدخول وأن يدعوهما إلى الله جل وعلا. فكم من شاب وكم من شابة بقي فهدى الله والديهما للإسلام، فكم له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأقربين أيضا الأرحام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان حريصا على إسلام أبي طالب حتى اللحظات الأخيرة وهو في سياق الموت يدعوه إلى الإسلام، ولما أتاه وجد عنده بعض أصحابه يزينون له الشر، يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب ولم يدخل الإسلام. والمقصود بأن الإنسان يدعو والديه إلى الإسلام إن كان غير مسلمين أو أحدهما غير مسلم يدعوه إلى الإسلام،
وهذا من البر، بل من أعظم البر أن تكون سبباً من أسباب إنقاذ والديك من النار. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد قال باب بر الوالدين بعد موتهم كذا. نعم نعم. قال باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بر الوالدين بعد موتهما، وهذا الباب يشير إلى أن بر الوالدين لا ينقطع بالموت وإنما يستمر بعد الوفاة أيضا، فبر الوالدين لا ينقطع بالموت وإنما يستمر بعد الوفاة. وهذا الحديث فيه علي بن عبيد وهو مقبول عند أهل الحديث، والحديث من حيث الإسناد ضعيف لكن له شواهد، له شواهد أحاديث صحيحة كحديث سعد بن عبادة وغير هذا الحديث وسيأتي. قال أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهم، الدعاء للوالدين، وهذا من أعظم ما يقدمه الولد لوالده، أعظم ما يقدمه الحي للميت الدعاء، الدعاء. قال والاستغفار لهما يأتي بعد الدعاء وإنفاذ عهدهما، والمقصود بالعهد هنا الوصية، المقصود بالعهد الوصية. ثم قال وإكرام صديقهما يعني صديق الوالدين، صديق الوالدين، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، لا رحم لك إلا من قبله. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل. أول هذه المسائل من جهة الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف أصلا، ولكن له شواهد كما ذكرت، وإن كان صححه ابن العربي المالكي، وكذلك قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه حديث ثابت وحسنه بعض أهل العلم. وعموما الحديث بالشواهد يحتج به. المسألة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على بر الآباء والأمهات. فانظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن ما الذي بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما، وهذا أمر قد لا يلتفت له كثير من الناس، لا يلتفت له كثير من الناس. ولذلك المتأمل في أحوال الناس في مسألة بر الوالدين يجدهما على أربعة أصناف. الصنف الأول صنف بار في الحياة وبعد الوفاة، صنف بار في الحياة وبعد الوفاة، وهذا كثير ولله الحمد. فتجد الإنسان بار بوالديه في حياتهما، وإذا مات وصل بر الحياة بالوفاة، ولذلك بقي على هذا البر متبعا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني أعاذنا الله وإياكم من هذا القسم، عاقين في الحياة وبعد الوفاة، قسم عاق في الحياة وبعد الوفاة، وهذا القسم نسأل الله السلامة والعافية موجود. ولذلك تجد بعض هؤلاء العاقين يعقون آباءهم في حياتهم ولا يتداركون هذا بعد وفاتهم، فيستمر العقوق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أشخاص بارين في الحياة، في حياة الوالدين، لكنهما عاقين بعد الوفاة، عاقين بعد الوفاة. وأنا أتعمدت أستعمل مفردة عاقين بعد الوفاة، لماذا؟
لأن قررنا قاعدة قبل قليل بأن البر بر الوالدين ليس له نهاية، نهايته أن تموت أنت أيها الولد، نهايته أن تموت أنت أيها الولد. ولذلك هذا الصنف كثير عبار في الحياة، لكنه إذا مات الوالد أما كان أو أبا نسيه، نسيه من الدعاء، من الاستغفار، من الصدقة وغير ذلك. القسم الرابع قسم عاق في الحياة ولكنه بار بعد الوفاة، وهذا قسم يصلح أن يطلق عليه أناس عقوا في الحياة فندموا وتفاجأوا بموت أحد الوالدين ولم ينتبهوا إلا بعدما حصلت الوفاة، فيحاولون أن يستدركوا شيئا مما مضى، ولذلك يكثرون من الدعاء لوالديهم والاستغفار والصدقة والزيارة، ويبكون كثيرا ويندمون طويلا، وهذا لا شك بأنه أفضل ممن يعق في الحياة وبعد الوفاة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أنهم كانوا يسألون عن البر حتى ولو بعد الوفاة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خصال أربع، هذا لا مفهوم له، وإلا وردت أحاديث كثيرة تشير أيضا إلى أنواع من البر بعد الوفاة، كما هي القاعدة التي نذكرها دائما في مثل هذه الأعداد. المسألة الأخرى أن أفضل ما يقدم للميت الدعاء، وهذا يدلنا على أن الميت ينتفع بعمل الحي، لكن لا بد من تقييد ذلك بالنص، لا بد من تقييد ذلك بالنص، يعني ما دل عليه النص أنه ينتفع بعمل الحي. والدعاء أمره سهل ويسير، ولذلك ينبغي للولد أن لا ينسى والديه من الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة. ثانيا الاستغفار لهما، أيضا يستغفر لهما، يطلب من الله عز وجل لهما المغفرة. ثالثا إنفاذ عهدهما، والمعنى بالعهد هنا الوصية، ولذلك يجب عليه أن ينفذ وصيتهما، فإذا وصيا بالثلث مثلا يجب عليه أن يقوم على هذا الثلث، ومن يكتم الوصية فإنه آثم قلبه. قال وإكرام صديقهما، إكرام صديق الأب وإكرام صديق الأم، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، يعني مثلا الأعمام والعمات من جهة من؟ الأب، والأخوال والخالات من جهة من؟ الأب، والإخوة والأخ عفوا الأم، والإخوة والأخوات ها من الجهتين. فصلة الرحم التي لا توصل أو لا رحم لك إلا من قبلهما، وسنذكر هذا إن شاء الله بعد يعني أحاديث قريبة، سنذكر هذا المعنى. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك. نعم، أيضا هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق الذي نتحدث عنه في هذا الباب، وأن بر الوالدين لا ينقطع حتى يموت الولد، بمعنى أنه يستمر ولو بعد الوفاة. وهذا الأثر عن أبي هريرة أثر متكلم في إسناده، لكن هناك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ولذلك من بر الوالدين بعد الوفاة أن تكثر لهما من الدعاء والاستغفار، أن تكثر لهما من الدعاء والاستغفار، سواء كان في صلاتك أو في خارج صلاتك. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين
كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه هذا الفقيه الصحابي الجليل المحدث يقول: محمد بن سيرين من أئمة التابعين يقول: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهم ولمن استغفر لهم. قال محمد بن سيرين: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. وانظر إلى أبي هريرة كيف أنه يدعو لأمه ويدعو لكل من دعا لأمه، وكان جلاس أبي هريرة يكثرون من الدعاء لأبي هريرة ولأمه حتى يدخلون في دعوة أبي هريرة، لأن أبا هريرة من أولياء الله، فهو صحابي جليل ناقل لسنة النبي الكريم، وهو من الصحابة المشهود لهم بالتأله والتنسك والتعبد، ويكفيه أنه كان سبباً من أسباب نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حرص من يجلس مع أبي هريرة على أن يدعوان له ولأمه حتى يدخلان في هذه الدعوة، حيث قال أبو هريرة: ولمن استغفر لهما. فكل من دعا لأبي هريرة ولأم أبي هريرة دخل في هذه الدعوة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة، ولا تحرمنا يا ربنا أجر هذه الدعوة. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، هذا حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل. أولها أن الأصل في الإنسان إذا مات انقطع عمله، هذا هو الأصل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا مات الإنسان انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. المسألة الثانية أن الله تعالى من كرمه وجوده وإحسانه على عباده أنه جعل لهم أعمالاً إنهم قاموا بها أو قام بها غيرهم أنها تجري عليهم بعد الوفاة، أنها تجري عليهم بعد الوفاة، وهذا فضل الله عز وجل الرحيم الودود سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن من الأعمال التي يجري أجرها على الإنسان في قبره بعد وفاته الصدقة الجارية، الصدقة الجارية. والصدقة نوعان: صدقة مقطوعة وصدقة جارية. أما الصدقة المقطوعة فهي التي لم تحبس، وإنما يتصدق بها الإنسان هكذا كإعطاء فقير أو مسكين شيء من هذه الأشياء. والصدقة أوسع من حيث المآل والنظر، فهي الإنسان قد يتصدق على نفسه ويتصدق على زوجته وعلى أولاده، وتصدقه على البهائم أيضا، فالصدقة واسعة، صدقة واسعة. أما الصدقة الجارية فالمقصود بها الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل. والتحبيس مأخوذ من حديث عمر ابن الخطاب: حبس أصلها، لما ذكر له أسهمه في خيبر، فسميت الحبوس أو التحبيس أو الوقف مثلا. ولذلك الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة، مثل بناء المساجد، مثل الأرض للمقبرة، مثل حفر الآبار، مثل بناء الدور للقرآن مثلا، دور للأيتام، شيء من هذا القبيل. كل ما كان محبسا ومنفعته على شرط الواقف فهذه يجري أجرها للإنسان بعد وفاة. ولذلك ما سمع كما في حديث جابر: ما سمع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف وكان
عنده قدرة إلا وقف. حتى عد الشافعي ما يزيد على 80 صحابيا أوقفوا بعد نزول قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك الصدقة الجارية فضلها كبير وثوابها عظيم. قال: أو علم ينتفع به. علم ينتفع به، خلاص. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذكرنا الصدقة. قال: أو علم ينتفع به. والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. والعلم الذي ينتفع به علم القرآن وعلم العقيدة والسنة وبقية العلوم النافعة التي فيها حفظ دين الإسلام، التي فيها حفظ دين الإسلام. والعلم الذي ينتفع به على أنواع، منها تدريس العالم للطلاب والجلوس لطلاب العلم، فيقوم العالم فيجلس للناس ويعلمهم العلم الشرعي ويعلمهم أحكام الشريعة والحلال والحرام. والثاني التأليف والتصنيف، بأن يقوم العالم بتصنيف الكتب والرسائل في علوم الشريعة. والثالث ما يتعلق بطباعة الكتب، فإن من أسهم بطباعة الكتب ونشرها فإنه خلف علما ينتفع به. وهذه رسالة إلى الموسرين وأرباب الأموال أن يعتنوا بطباعة المصحف الشريف، بطباعة كتب ودواوين السنة النبوية، وكذلك كتب الفقه مثلا وغيرها، فإن هذه الكتب تعتبر وقفا، وينتفع بها بعد، وينتفع بأجرها بعد وفاته، ينتفع بأجرها بعد وفاته. وكذلك ما نعيشه في زماننا هذا من هذه الاتصال، من هذه الوسائل وهذه الثورة الاتصالاتية المعلوماتية التي ولله الحمد أصبحت تسهل نقل المعلومة الشرعية من خلال القنوات، من خلال الحسابات، من خلال المواقع. يجتهد طلاب العلم في إيصال الخير إلى الناس، وهذه تبقى أيضا كما تبقى الكتب ولله الحمد والمنة، تبقى كما تبقى الكتب ولله الحمد والمنة. ولذلك من خلف علما فهو أفضل من الوقف العقاري. لماذا؟ لأن الوقف العقاري له عمر افتراضي ينتهي إليه، لكن العلم لا ينتهي. انظر الآن إلى ما نحن فيه من نقل أبي هريرة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من نقل ابن عمر لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لنقل البخاري أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كم لهم من الأجر؟ كل من انتفع بعلم هؤلاء فله الأجر، لكل من نقل هذا العلم ولكل من تركه. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبقوا سبقا عظيما لما نقلوا القرآن والسنة إلى الأمة، وكل من جاء ونقل عنهم كذلك له الأجر والثواب العظيم. انظر الآن إلى أسماء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، في كل مسجد، في كل مجلس، وفي الكتب، وفي الخطب على أعواد المنابر، وفي الدروس يذكرون ويترحم عليهم ويترضى عنهم. انظر إلى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ماتوا في القرن الثاني ومع ذلك ما زال ذكرهم خالدا، ما زال الناس يترحمون عليهم. انظر إلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، حماد بن سلمة. انظر إلى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند، وهكذا. ولذلك ليس هناك أفضل من العلم من حيث بقاء الأجر والثواب. مات كثير من مشايخنا في هذا العصر وما زلنا ننتفع بعلومهم بفضل الله عز وجل، من خلال رسائلهم، من خلال تسجيلاتهم، من خلال ما يعني يوضع على شبكة الإنترنت ينتفع به الناس ولله الحمد والمنة. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. وهذا هو الشاهد،
من الباب. هذا هو الشاهد، وهو دعاء الولد لوالديه بعد وفاتهما. ولذلك دل هذا الحديث على أن من البر الدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، الدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، هذا من البر، هذا من البر. الأمر الثاني أن الولد ينفع والده حيا وميتا. أما في الحياة فبالأمور المعنوية وبالأمور الحسية المادية، الأمور المعنوية والحسية. وأما بعد الوفاة فبالدعاء والاستغفار وبالصدقة عنهما، هذا كله مما فيه نفع للوالد بعد وفاته من ولده. هنا مسألة مهمة جدا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. هل هذا القيد مقصود؟ أو ولد صالح يدعو له؟ قال العلماء: ليس مقصودا. لماذا؟ لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، الكافر لو دعا استجاب الله دعاءه، فكيف بالمسلم إذا كان غير صالح مثلا، لديه فسق مثلا؟ فالله تعالى يقبل دعاءه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولكن قال العلماء بأن أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الفاسق أو الفاسد لا يدعو لنفسه، فكيف يدعو لأبيه؟ الولد الفاسق ينسى نفسه من الدعاء، فكيف يدعو لأبيه؟ فكيف يدعو لوالديه؟ هو لا يدعو لهما في الحياة ولا بعد الوفاة، فقد نسي نفسه فلم يقم بحقوق نفسه، فكيف يقوم بحقوق والديه؟ نعم. قال: حدثنا يسرة بن صفوان قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. نعم، هذا الحديث هو خاتمة باب بر الوالدين بعد موتهما. أن رجلا قال: يا رسول الله، جاء التصريح باسمه في روايات أخرى أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، وفي لفظ: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. قال: إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. جاء في رواية: فنصب سعد سقايتين في المدينة، قال الحسن البصري: فهذه إحدى السقايتين، يشير إليها الحسن البصري رحمه الله تعالى. والمقصود بأن من بر الوالدين مع الدعاء والاستغفار وصلة الرحم وإنفاذ العهد وأيضا إكرام صديقهما، الصدقة عنهما، الصدقة عنهما. وأفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، إلا إذا كان هناك ثم حاجة تفوق سقي الماء فتقدم هنا، لأن الأفضلية لا بد فيها من اعتبار الزمان والمكان والحال، الأفضلية. لكن من حيث الأصل أن أفضل الصدقات سقي الماء، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه نستطيع أن نقول بأن بر الوالدين بعد وفاتهما يكون أولاً بالدعاء لهما، وثانياً بالاستغفار لهما، وثالثاً بالصدقة عنهما، ورابعاً بإنفاذ عهدهما يعني الوصية، وخامساً بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وسادساً بإكرام صديقهما، وسابعاً بإفراغ ذمتهما مما اشتغلت به من الحقوق. فهذه سبعة بإجمال، قد توجد بعض الحقوق لكن هذه بإجمال. ونسأل الله التوفيق للجميع، ونجيب على الأسئلة الواردة إن وجدت. موجود؟ بسم الله. يقول: أبي كان شديدا على أخي الكبير، وأحيانا يأخذ بعض ماله، ثم خاصمه أخي ولم يكلم أبي منذ زمن طويل، وأبي حاليا كبير في السن ويريد أن يكلم أخي، لكن أخي ما زال يهجره. أخوك على إثم وذنب عظيم، ولا يجوز له أن يقاطع والده لأجل أخذه مالا، خاصة وأن الوالد يرغب الآن في الحديث مع ابنه.
فهذه رسالة إلى أخيك الكبير أن يتقي الله، وما يدري من الذي يسبق الآخر، قد يسبق هو والده فيلقى الله عاقا، وقد يسبق الوالد ابنه فيموت بحسرته. ابني أدخلته الجامعة وكنت أدفع له رسوم الجامعة والمصاريف والمواصلات، وربما عملت لوقت إضافي وأحيانا أقتر، ثم تفاجأت بعد السنوات أنه تم فصله من الجامعة وكان يصرف المال الذي أرسله له في اللهو، ثم الآن هو رجع وتاب واعتذر. أرجو من فضيلتكم تنبيه الناس. أولا الحمد لله الذي عاد وتاب، ويجب عليه أن يحسن صحبة والديه وأن يعوض والده عن كل ما صرفه في هذا اللهو وما أورثه من هذه الحسرة التي عاش والده فيها في الفترة الماضية. فهذه نعمة من نعم الله أن فتح الله على قلب ابنك، وعلى الأولاد أن يتقوا الله. في المجلس السابق ذكرت أن من يتسبب بمخالفات مرورية على سيارة والده يكون عاقا، فكيف بهذا الولد الذي أمضى سنوات وهو يخدع والده ويكذب عليه ويغش ويأخذ هذا المال، والوالد المسكين يصل الليل بالنهار وأضنى بدنه وأرهق فكره وأتعب نفسه ويتفاجأ بمثل هذه المصيبة. عموما الحمد لله الذي من على ولدك بالهداية وبالتوبة، ولعل الله عز وجل أن يفتح له باب رزق فيعوضك جميع ما بذلته له. قطع النافلة وإجابة الوالد إذا ناداه، فإذا كان في صلاة فريضة وناداه فهل يقلبها إلى نافلة؟ أخي الفاضل، إذا كان الشخص في فريضة ثم أراد أن يقلب الفريضة إلى نافلة فمن حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز، ولكن كما ذكرت أنا قبل قليل إذا كان الأمر ضروري، فإذا كان الوالد الأب أو الأم يناديان لأمر ضروري فله أن يقلبها إلى نافلة ليحقق هذا المقصد العظيم. أما إذا كان أمرا عاديا فيرفع صوته بالقراءة ليفهمان. دعا أحد الوالدين على ولدهما أو أولادهما ساعة الغضب ثم تنبه فأراد أن يرجع عن دعائهما، كيف يصنعان؟ أولا يتوبان إلى الله تعالى لأنهما وقعا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. الأمر الثاني أن يدعوان الله عز وجل، أو يدعو الوالد للولد بالسلامة وبالصحة والعافية، فلعل هذه الدعوة تعتلج مع الدعوة الأخرى فتزيعها وتصرفها، ويسأل الله عز وجل أن لا يستجيب دعاءه الأول. خالي لم يزر أخته منذ 5 سنوات، هداه الله، إذا كان هناك سبب فمعذور، وفي هذا الزمن ليس هناك عذر مع هذه الاتصالات ووسائل يعني الاتصالات، ليس هناك عذر. أما إذا لم يكن عذر فهو قاطع للرحم، والمجلس القادم سنتحدث عن قطيعة الرحم وعن صلة الرحم. أمي تذكر عيوبي أحيانا أمام أخوالي خوفا من الحسد، هذا غير صحيح، ما ينبغي للأم أن تذكر عيوب ابنها أمام الغير تقول من باب دفع الحسد، هذا غير صحيح. ينبغي للأم أن تحصن أولادها بذكر الله وبالتعويذات الشرعية، وأيضا أن لا يظهر الابن بمظهر جميل إذا كانت الوالدة تعتقد بأن هناك من يحسد، فقد يستغل الأخوال أو أولاد الأخوال بعض عيوب الولد فيعيرونه بها وتصبح معرة له طوال حياته، هذا ما يجوز. شخص يصلي صلاة جهرية وناداه والده، هل يقرأ بصوت عالي أو يقول سبحان الله؟ لا، يرفع صوته، يقول يرفع صوته عاليا حتى يفهم الوالد بأنه في صلاة. إذا كان الناس يصلون في المسجد وبطل وضوء الإمام، هل يكمل صلاته أم يقطع صلاته؟ الإمام يقطع الصلاة ويذهب ويستخلف، الإمام يقطع ويستخلف. كيف يكون الدعاء والاستغفار وإكرام صديق الوالد إذا لم يكن مسلما وإذا كان تاركا للصلاة؟ سنتحدث عنها في المجلس القادم. هل مرتبة العقوق في الحياة وبعد الممات، يقول هل مرتبة العقوق في الحياة وبعد الممات أفضل أم مرتبة؟ لا، هو لا شك بأن العقوق في الحياة أشد، لأن هذه دار تكليف،
دار تكليف. وأنا تعمدت لما قلت عقوق بعد الوفاة تجوزا بارك الله فيك. يقول: ذكرتم جواز قطع النافلة ولو بغير السبب، ألا يدخل هذا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ الجواب لا، لأن هذا يدخل ولا تبطلوا أعمالكم الفرائض، فالراجح من قول أهل العلم. كيف يكفر المرء عما أخطأه مع والديه في زمن التكليف وقبل أن يستقيم؟ فقد دعوا آباءنا علينا كثيرا لطيش أو جهل. يستدرك يعني ما حصل، ويدعو لهما ويبرهما ويحسن إليهما، ويكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، هذا هو التكفير عما مضى وسلف وكان من الطيش والجهل. يكون سمع البصر والد البصر، يكون سمع وبصر الوالدين، بمعنى أينما يلتفتان يجدان ويستأذنهما ويطلب رضاهما، هذا هو التكفير. نبهونها إذا جاء وقت الإقامة. طيب، يقول: نعرف الدعاء للوالدين، فكيف الاستغفار؟ اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهم، اللهم كفر عن سيئاتهما. هل صحيح بأن حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لا يثبت وأنه علة بالوقف؟ الكلام هذا غير صحيح، الحديث ثابت، والحق مع من قال بالرفع والوصل. خلاص. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.